وهو كذلك فايزة كما تشاهدون تتواصل التحاق الوفود الدبلوماسية المشاركة في إحياء هذا اليوم العالمي. إذن هو الاحتفال باليوم العالمي للسلم كما جاء في جمعية الأمم المتحدة لتعزيز المثل العليا للسلم والسلام في العالم وحقوق الشعوب في العيش بسلام. على غرار كل هذه الدول تحيي الجزائر هذه الاحتفالية، وهي على دراية تامة بأهمية هذه الكلمة وكل ما تحمله من معاني، كيف لا، والجزائر دائما سباقة في تعزيز الحلول السلمية والدبلوماسية على النزاعات العسكرية في شتى النزاعات في العالم. وللحديث عن هذه التظاهرة التي يشارك فيها مختلف الوفود الدبلوماسية إضافة إلى شخصيات وطنية، يحضر معي رئيس اللجنة الوطنية للشعب الصحراوي، مساندة الشعب الصحراوي السيد سعيد ياشي. تفضل معنا سيد عن احتفال الجزائر بهذه المناسبة. هذه الجزائر اليوم يوم العالمي للسلم، ونعلم ان بعد مجازر الحرب العالمية الأولى اللي انتجت ب 34 مليون من الضحايا، والحرب العالمية الثانية اللي كذلك حصلت على 50 مليون من الضحايا، العظماء في هذا الكون قرروا باللي لازم يسعوا باش يكون السلم والسلام يعني متهيمنين في العالم. ولذلك فانشاوا بنود عديده في ميثاق الامم المتحده، ومنهم الاعلان على اليوم العالمي للسلم. للسلم هو لطموح الشعوب، و يعني لانهاء كل الحروب اللي تكون هنا وهناك. مع الاسف هذا السلم اللي هو من مبادره قويه وبمحافظه الامم المتحده، نشاهد خروقاته عبر العالم ضد الضعفاء وضد حقوق الشعوب، من هذه الشعوب اللي مهضومه حقوقهم باراده الاقوياء، في الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. إذن يعني هذه الوقفة التضامنية خصصتها لمساندة الصحراوي الفلسطينية. طبعا الجزائر يعني وقوف تضامني واضح وعادل مع القانون الدولي، يعطي لهاتين الشعبين كل الحقوق للاحتلال الغربية الفلسطينية وحتى الساحلة الغربية من طرف المملكة المغربية. نعم سهيلة، أظن أنه أظن أنه الرسالة قد وصلت، حتى أنه يتعذر علينا الآن مواصلة الاستماع لتدخل ضيفك الكريم. الرسالة وصلت، أشكرك جزيلا سهيلة دغموم، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم. على كل مزيد من التفاصيل حول هذه الفعالية، حول اليوم العالمي للسلام، أكيد في التقرير في تقرير هذه التغطية الذي يأتيكم عبر نشراتنا.